قصر النيل الشهير بيربط بين القاهرة والجيزة. الكوبري بناه الخديوي إسماعيل سنة 1872 وجدده الملك فؤاد سنة 1933، ووثق ده بلوحة عظيمة على واجهة الكوبري جنب مدخل كازينو النيل. بيحرس الكوبري أربع أسود ضخمة من البرونز اتصنعوا في فرنسا. لو بتفكر في خروجة جميلة من بتوع زمان، لازم تتمشى على كوبري قصر النيل وتشوف الأنوار الجميلة والأوتيلات الفخمة اللي على الناحية التانية، وهناك هتشوف النيل وأنوار الفلايك وأحلى منظر في مصر. عم ريمو، عربيتك مش زي عربية بقية الحناطير، يعني شكلها كده زي العربيات القديمة. إيه اللي بيخلي العربية تحس إنها أقيم من بقية العربيات؟ اهتمامي ليها. لا بس مكوناتها نفسها تختلف بيه، يعني ده بتاع زمان ده؟ البوانيس بتاع الزمان ده نيكل؟ نيكل نحاس معدن عليه، بيبقى على زنك فبيقلب ابيض كده. هو أيوه. ابيض مش أيوه. اصفر. ايوه هو اصله ابيض. يعني ايوه ده سلستين حضرتك، ده الحاجات دي ستينلس. ستينلس دي ستينلس دي كماليات برضو. والحاجات دي كلها بتتعمل فين يا عم؟ بتتعمل في المنصوره. في المنصوره؟ لا بلد اسمها السنبلاوين. في السنبلاوين؟ وفي بني سويف. وبني سويف؟ بس المنصوره والبني سويف دول مشهورين بحاجة الحنطور. ايوه فهمت. وكل الحاجات دي زيها كماليات الحنطوره. والسناسل دي بقى بنجيبها وتدي منظر لعب. بس الحاجات دي نحاس دلوقتي ما بقتش كده. ها؟ وده السرج القديم. طب ده الفرش بقى. دي الرفارف بتاعت العربية. ده أدوس عليه عادي؟ ده السلم. فندم محمل الناس تدوس عليه عادي، الناس تطلع عليه عادي. ها ده فرش ملكي بقى. فرش ملكي؟ ده العربيات الملكي. عشان كابيتونيه، عشان عامل كده؟ ايوه فندم. ايوه بص حضرتك، عامل زي الملكي بتاع زمان. ايوه اللي هو الزرار ده اللي فيه. ايوه كابيتونيه. نظام زرار. نظام زرار. انت حاطط المشمع ده عشان ما يتبهدلش بقى. كل شويه كل ما البلاستيك بيقدم بشيله، تغيره، يجيب لي السروجي ويروح شايل ويروح حاطط. في سروجي مخصوص للحناطير؟ ايوه يا فندم، واحد اسمه خالد زين. خالد زين. ولوستا بلبل وابن عصام. لوستا بلبل وعصام دول من الزقازيق. والمنصوره والسنبلاوين والزقازيق، كل دول عشان يعملوا الحنطور ده؟ والصندوق ده فيه ايه يا عم ريم؟ ده فيه عدة الصوت يا فندم. عدة ايه؟ عدة الصوت. يعني ايه؟ يعني الاغاني. الاغاني. فلاشة. بتحب تسمع ايه بقى؟ والله انا بحب اسمع اغاني القديمة. تحب ام كلثوم؟ ام كلثوم، فريد. فريد. عبد الحليم. فوزي. بحب محمد فوزي قوي. محمد فوزي جميل. قوي. عم ريفو. أيوة. الكلام اللي بتوع الحنطور بيقولوا للخيل زي يس والكلام ده. يس يعني يعني نقف. يس يعني يقف. ليه؟ عشان ما نمشيش. هو من زمان احنا طلعنا لقينا الاجيال يس، كلمه يعني يس للهورس اقف. ها طب زي الحمار لما بنقول له شي حار، الحصان برضه بتقول له ايه شي؟ بس احنا ما بنقولش شي بقى عشان احنا الخل وبنتعامل مع الزباين. بتقول له ايه؟ يعني بالسرعه بس كده. بالسرعة. انا بحركه بالسرعة. طيب بشوف ناس بتقعد تضرب الخيل بالكرباج جامد. حرام، خيل تعبانة. انا مش حاسة ان انت معاك اصلا حاجة. انا معايا عصاية هي حطيتها زينة كده في العربية كده. بس انما ما بضربوش بيها. تضربوش بيها؟ لا لا لا، انا عندي واحدة صاحبتي والله العظيم جريت ورا حنطور. ايوه اشترت منه الحصان من كتر ما الراجل كان شرير مع الحصان. أيوه. عاوز كام اشترته وحطيته في الارض عندها. بس هي بتحب الخيل قوي. ثواب. ايوه هو صعب عليها. صاحبتي شريفه حندوفه اشترت الحصان. ايوه مبطش كده. ابيض وحصان. جميل دلوقتي. اللي هو اسمه فلسطيني. اسمه فلسطين؟ فلسطيني. فلسطيني الحصان المبطش. دي السلاله دي فلسطيني. فلسطيني. تلاقيه احمر على ابيض حتت حتت كده. ايوه في ده. أيوة. طب والخيل البلدي ليها اسامي ايه تاني؟ لا ده اشقر. ده اشقر. في احمر نقول احمر. والابيض؟ والابيض نقول ازرق. ازرق. طب واللي هو الاسود خلاص. ادهم. حصان اسود. والمبرقش ده؟ في اكول. 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 حلو. حلو. طب ايه القصه
بتاعه كرباج ورا يا اسطى. لما زمان من ايام الانجليز كان العيل الصغير الشعلق على الدونجل ورا. على الدونجل؟ اه. والكرابيك لما لما كان جوز خيل كان الكرباج طويل. ايوه. اما لو عيل ورا يقول له ايه كرباج ورا يا اسطى؟ عشان يجيب الحصان. اه عشان لا يهوش العيل عشان العيل يجري. ينزل. بدل ما رجليه تخش بين العجل ممكن يتكسر. تتأذي. اه. فاللي ورا ده اسمه الدونجل؟ الدونجل اللي هو ماسك العجلتين اللي ورا. العجلتين. اللي في حاجة تانية ليها أسامي عايز تقول لي عليها في الحنطور؟ يا فندم عادي الحنطور عجل. ولا زي زي العربيات؟ زي العربيات. يعني ده اسمه طنبور زي عندنا ولا عندكم؟ لا ده اسمه جولة. اسمه جولة؟ اه. وده طاسة اللي بالنص. الطاسة والجولة. اه. وده اسمه إيه؟ ده السلستين عتب. العتب. اه. يعني انت لو تغير عتب مش تعزل يعني تغير الحته دي؟ لا ما عزلش. لا بس تعالى نروح بقى ايه نحو سكر باشا. قلت لي ان انت اللي بتحميه يا عم ريب. بتحبه يعني؟ طبعا. بتحبه ليه؟ بحبه عشان ده مصدر رزقي. بس كده؟ وباب اكل عيشي وبعدين معاشرني زيه زي عيالي بالظبط. يعني ده اللي فاتح بيتي انا باكل من وراه من ورا خيره. بس افرض يوم مثلا ربنا ما جبرش بخاطرك وما جبتش فلوس ده ذنبه ايه ياكل منين؟ اجيب له اكله وكل حاجه ويجي تاني يوم ربنا سبحانه وتعالى يفكها عليا بروح احاسب العلاف اقول له خد انا عليا مثلا امبارح عليا يومين كام؟ 300 والنهارده مثلا يبقى كده 450 اتفضل حقك اهو. يعني اليوم اللي معكش فيه فلوس تجيب للخيل ممكن ما تجيبش لروحك؟ لا اجيب من العلاف شكك وتاني شكك. يوم تاني يوم ولا تالت يوم ربنا سبحانه وتعالى بيعوض عليا وبروح رايح اقول له الورقه فيها كام؟ واللي معلوطه علقتين ثلاثه اقول له اتفضل حقك كده وتردها له بيستحملني ليه؟ انا معاملتي حلوه معاه. تعالى احكي لي على الخيل اللي كانوا عندك قبل كده. كان كتير. عندك مشمش؟ اه. كان عندك مين تاني؟ كان عندي ليل حصان. ها حصان اسمه ليل وحصان اسمه كوارشي وبلبل. وبلبل ده النجم السينمائي بلبل ده اللي طلع في السيم. أيوة. لا مشمش اللي طلع في السيم. مشمش اللي طلع بشهاده الملكه وبزمن عماد الدين. طب تعال انت قلت لي بناتك ندى. أيوة. والصغيره هايدي والثانيه اسمها ايه؟ شهنده. ندى وشهنده وهايدي. هايدي. بتشوفهم بقى يوم الاجازه؟ ايوه يا فندم هم قاعدين معايا وندى متجوزه وقاعده في بيتها بس بتيجي تقعد معايا. بتاعت بشتيل. اه. وبتيجي بقى. أوه. متجوزه. أوه. واحد بيشتغل ايه؟ معايا معاه شهاده وكل حاجه وراكب حنطور. برضه من الحنطور. حابب الحنطور. حبه. هو ده بيخش هنا ولا ايه؟ هو شغله الحنطور دي ادمان. ادمان؟ اه. اشمعنى يعني؟ الناس بتحبها. بتحب الخيل بترتبط بالخيل بترتبط بالطبيعة. نفسك كده. نفسك في ايه؟ يعني لما تفكر كده انت وعيالك وقاعدين كده نفسك في ايه؟ والله يا فندم نفسي ان انا اجيب لهم كل حاجة حلوة ليهم وما احوش عنهم حاجة وربنا بيكرمني لاجل عشان رزقهم هم مش اكتر. نفسك يتلموا حواليك كده يبقوا مبسوطين. بس هايدي صغيرة عندها كام سنة؟ حلوة يعني ما شاء الله هي دلوقتي في سنه سته. سته صغيره قوي. جبتها 11 سنه. ايوه 11 سنه. ايوه. يعني انت لسه قدامك المشوار طويل. الله يعيننا عليهم. جوزت واحده وفضل اثنين. لا لا ال 11 دي لسه باديه. شد حيلك امال يا عم ريف وامسك نفسك. امسك نفسك قدامنا المشوار. شد على الله يا فندم. شد على الله. الحمد لله. انا يعني مهما اشرح لك بتشكر لك ازاي على وقتك النهارده. انت وسكر الجميل ربنا يخليك فسحتنا وودتنا الجيزه وودتنا الزمالك وجاردن سيتي والمعادي وفرجتنا كل حاجه حلوه. الله يخليك يا فندم. ربنا يحلي ايامك يا عم. الله يعزك يا فندم. احنا معانا يا عم ريبو فنانه زميلتنا اسمها ساره دايما بترسم بورتريه كده صوره لبطل الحلقه. ما نشوف بقى طلعتك عامل ازاي النهارده. عاليه الله يا ساره. جميل يا ساره اهو. سلم ايدك يا ساره. ميرسي يا عم ريبو. ماشي يا فندم. في مصر الناس بسيطة بشكل بيخليك تحس الكل يشبهلك ومنك فيك. في وقت الأزمة تلقى الكل بيحوطك وتلقى الكل يتسابق عشان يرضيك. في مصر الناس تقولك اتفضل وتشرب شاي وترمي سلام على كل اللي رايح وكل اللي جاي. ونس وكأن مصر دي بيت كبير واسع وكل الناس صحاب وجيران. ما تسألنيش
عرفت ازاي؟